mı isteniyor? Evet, tokuma kullan. دونك احنا في مطعم المدينة ببنزرت، مطعم المدينة اختصاص أكلات تقليدية تونسية. لأن اليوم كان عنده مسلي راس، دونك الحاجة اللي لاحظناها في الريستورون المدينة في بنزرت هو انه يستعمل الفخار التونسي، الصناعات التقليدية التونسية، دونك في خاصة في الخضر، دونك باش تبقى فريد نتصور انه تكون محفوظة خير. فقط قول لنا شنو الفرح نتاعو. اوكي، ما هي هذه هي سر المهنة. طبعا هذا راس علوش مصنوع على اثنين على الزهار، يتسلخ يتسمط في الكلي الكعب، طبعا جوست كلي الكعب برك، ملح ما نعملولوش. بعد ما نعملو كويسون نتاعو التطيب نتاعو 80%، نعملو اللفاح نتاعو وحده، لفاح سبيسيال طبعا بالكليل والكركم الهريسة العربي والثوم والبصل والبصل جويدة كيما هذيا، نحطو في البلاتو نتاعو، نرصو، نرجعلو المخ نتاعو، نعملو الصوص اللي تو كنا نحكيو عليه، طبعا ما ننساوش زيت الزيتون اللي هو الباز نتاع الماكلة التونسية أكيد، والثوم. بعد ما نعملو الصوص نتاعو فوق منه نحط عليه البصل، نغطيه بالالومنيوم ونحطه في الفور نصف ساعة بكثير، وبعد 80% الأولانية اللي صبطناها فيه. الكليان كي تقدم له نص راس علوش شنو يكون معاه؟ طبعا احنا مع نص راس علوش يكون معاه اثنين أنواع، هي تكون عجين ومعاها كمونير، طبعا ديما الكوسي طبعا تكون مقبولة، تكون معاه حروس، تكون معاه صوص كمونير، نخدموها بالكبدة نتاع الدجاج ولا نخدموها بالجوانح ولا بحاجة كيما هذي. الكلاب قداش؟ كلاب قداش؟ البلان تاعنا نص راس علوش قداش؟ البلان تاعنا ب 10,000، يكون كامل معاه نص راس علوش، يكون معاه الفريد، يكون معاه سلايد تونسية طبعا اكيد باش يكون معاه سلايد مشوية، والصوص تاعنا كيما قلت مقرونة ولا كمونية تخرج معاه، معناها يكون الطاولة تكون تبارك الله معناها معبية كما يلزم ان شاء الله.
اوكي هذه طبعا هذه شوربه بالحوت حوت اسمه كاتاريلي احنا نسموه الحوت شوربه محبوبه برشا نخدموا فيها يعني من الصباح من 7 حتى 9 10 بالليل ما تتقصش بالكل على نهايه الشوربه تشوفوا فيها شوربه ديري شوربه افريكا كيف شوربه افريكا كما يلزم كما يعني محبوبه الصباح برشا خاصه في البرد هذا لاحظت شيف لاحظت اللي تستعمل الفخار برشا والله الفخار طبعا يحافظ على نكهة الماكلة التراديسيونال نتاعنا العادات والتقاليد نتاعنا مركز انا برشا على الفخار حتى نصحنا اللي عندنا سربين فخار نجم نشوفه مش في الشربة برك عطيني شوية صحن غادي أسلام